بضع من شعب الإيمان مع الشيخ محمد أمين الوسلاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأكارم، أحييكم دائما أبدا بتحية الإسلام، تحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع الحلقة 29 من برنامج بضع من شعاب الإيمان، ومع الآية 31 من سورة الحج اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صدق الله العظيم. الإيمان فطري في الإنسان، والتوحيد هو الحنفية السمحاء. يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فكل إنسان في الوجود إلا وتولد على هالفطرة السليمة، والدليل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ولكن الواقع الاجتماعي والأسري هو اللي ينحرف على الطريق المستقيم. بقية الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيروا له فطرته السليمة، فطرة التوحيد، فيتخذ من دون الله إله آخر، وهنا يتسمى الشرك كمعتقد. والمشرك هو اللي يعبد مع ربي إله آخر. في هالآية الكريمة منطلق البرنامج يقربنا ربي صورة المشرك بصورة حسية يغفلوا عليها برشا ناس. والمرة هذه ربي مذكرش كلمة المثال، ولكن ذكرت أداة التشبيه فكأنما. إذن من الأكيد فما وجه شبه نحاول نفهمه ونتلمسوه. وصف ربي المشرك في هالآية بثلاثة أوصاف: 1 خر من السماء، 2 تخطفه الطير، 3 تهوي به الريح من مكان سحيق. نبدأ بالوصف الأول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. باش نقربوا الصورة أكثر نعطيه مثال السقوط الحر من مكان عالي يخلي الإنسان يحس أنه قلبه يطيح كما نقوله من الخوف. هالشعور بالرعب في الحقيقة هو شعور المشرك، على خاطره ديما عايش في شك وقلق من كل شيء، من المصايب والأمراض والحوادث وخاصة الموت. يتسائل على أمكانية الحساب وهو ما قدم شيء، يخاف من كل شيء على خاطر مش حاطط ربي في باله. يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا الشعور شعور فكأنما خر من السماء، بخلاف المؤمن تلقاه مطمئن القلب، يعلم إنه ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني أكثر وأكبر ثمرة يجنيها المؤمن من الإيمان، وأن الله يلقي في قلبه مكان الخوف الأمن. والآية دقيقة في سورة الأنعام اللي يقول فيها سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اللهم اجعلنا منهم. ثانيا: أو تخطفه الطير. وقت اللي يشرك الإنسان ويمر بأزمة ما يلتجئش لربي، لكن يلتجئ الغير من الناس ولا الآلهة اللي يعتقد فيهم النفع، فمش ممكن باش ينفعوا شيء من اللي يلتجئ لهم، لكن العكس تماما، يستغلوه ويضروه ويؤذيوه بالقيل والقال والسخرية، إلى جانب الإذلال والإهانة. هذا أشبه ما يكون بالطير اللي تتلقى في الفريسة وتنهش فيها، لكن كان تتوجه لخالقك وانت غلط يغفر لك، وكان جاهل يعلمك، وإذا ضعيف يقويك، وإذا فقير يغنيك. ما عليك كان تقول يا رب. ثالثا: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك يودي بالإنسان لأودية سحيقة جدا، وهذا هو الضلال المبين، كما الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسي والمخدرات اللي أصبحت منتشرة في مجتمعنا وفي أبنائنا الصغار قبل الكبار، والانتحار اللي كل يوم ولينا نسمعه في طفل صغير انتحر، تقول شنو شاف من الدنيا باش ينتحر. على خاطر المشرك في جانب آخر يعيش حالة من اليأس والقنوط اللي مستحيل باش يعيشها المؤمن الموحد المتعلق بربي، اللي يعيش بالأمل في الله ورحمته وعدله. المؤمن نظيف القلب والفم والجسم، لا يقول إلا طيبا ولا يأكل إلا طيبا. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واكتبنا من أهل الجنة. هذه شعبة من شعب الإيمان، شعبة الإيمان والإسلام. فاللهم أمتنا على الإسلام وأحينا بالإسلام واحشرنا في زمرة الإسلام. سلام الله عليكم أجمعين. بضع من شعب الإيمان.
مع الشيخ محمد أمين الوسلاتي.